عملنا تدريب زي مثلا مكافحه العدوى، تدريب على سكس جولز، على سيفتي بيشنت، على كل حاجات التمريضيه، ازاي يتعاملوا مع المريض، ازاي يبقوا كونتاكت بالبيشنت، ازاي يكون يتعاملوا مع اي حاجه. بنقوم بتوزيعهم على الاقسام لمده شهر مع المشرفه، ما يمسكوش اي مريض الا بعد شهر من تدريبهم. وبعد كده بنعمل لهم ايفالويشن معايا ومع مديره جامعه حلوان، وهما بيجوا يعمل له راوند معايا كل يوم ديلي راوند، وبنعمل لهم ايفالويشن مانثلي. طبعا بيكون ليهم تريننج لمده شهر عن طريق الانفكشن كنترول، عن طريق الفارماسي، عن الفارماسيست، عن طريق الكواليتي، عن طريق الاتش ار، عن طريق النيرسينج. بيبقى فيه بروجرام كامل.